السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إخواتي، رمضان كريم. إن شاء الله نشارك معكم واحد العصير كيجي سهل وسريع بواحد جوج مكونات اللي موجودين عندنا في البيت. إن شاء الله نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. المهم هنايا عارفين ان العصيرات بزاف، يعني انت عندنا اشكال والوان ديال العصيرات في فهنا اخترت لكم انايا هنا جوج بنانات، وعندي هنايا واحد تقريبا جوج ديال البربة الشمندر. هو صحي وسهل في التحضير، ان شاء الله نشاركه معكم. هنايا غادي ندير هذاك البنان مقطع، وهنايا خديت واحد جوج البربات. هاد البربات الشكل اللي انا درتهم ما سلقتهمش ما والو، غير دخلتهم الفران، درتهم في بابي كويسون ودرت عليهم فوقهم الالومنيوم ودخلتهم الفران تشوى. وكي كانت عندي البربة بزاف فدرت لها الطريقة، وكانت الطريقة الصحية، ونحيدو لها القشرة ديالها. دات القشرة ديالها كنحتفظ بها، حتى هي كناخدها وتنكرمها في الفران، وكنطحنها وكنخليها الى احتاجيتها شي مره شي وصفه ولا شي حاجه. هنا عندي العسل، يمكن ليكم ديروا نتوما السكر. المهم انا درت العسل، ما بغيش ندير السكر، فانتوما عارفين سيدنا رمضان الحلاوه بزاف، شباك ليا التمر هذا من الاحسن انني المهم خديت غير واحد المعلقه ديال هذا. وممكن ليكم ما ديروش حتى شي حاجه صراحه، كاع لا عسل لا سكر. المهم هنايا غادي نخلط العصير هكا، غادي نطحنه في الطحانه، ويستحسن اننا نوجدوا العصير شويه باش ندخلوا الثلاجه يكون بارد، اولا نديروا قطع ديال الثلج. هنايا غادي نعصر هذا وندير معاه واحد الحك ديال اليوغورت اللي هو من اي نوع اللي بغيتو نتوما. انا درت الفاني، من عندكم البنان ولا عندكم الخوخ اللي كان يعني في اليوغرت حتى يكون طبيعي ماشي مشكل، غير الا نتوما كتبغيو شي نكهه في هذا راه المهم البنان كيعطي تعطي مذاق ديالو. هنا عندي اطرو ديال الماء، وغادي ان شاء الله هذا اطرو غادي يعطيني كميه تقريبا اطرو ونص بحال هكا. وهذا وإذا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عنا بلي لايك وسبسكرايب، وتقاسموه مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم فائده. كما قلت لكم هذا البربه راه شويتها في الفران، مهم يعني احسن يعني جاتني انا يعني فكره زوينه، قلت علاش ما نديرش بحال هكا، وحسن من داك تسلقيها في الماء وكيمشي لها كاع داك الفيتامين ديالها كيمشيو في الماء. العصير ديالنا صبح جاهز، ان شاء الله غادي نديروه في يعني في القرعات ديال التقديم، ونخليه نحتفظوا به في الثلاجه حتى يقرب الفطور، ونوجدوه الفطور ولا السحور ولا توجدوه حتى الوليدات حتى هما راه ما تيكونوا معانا حتى هما يا صايمين الله يقبل ليهم. ايوا هذا المهم، الى اللقاء الى الفيديو القادم بحول الله.